صباح الخير جميعا. سارية، هبة، رزان، مناف، ليندا، حسين، هبة، بارعة، بندر، وحيان. صباح الخير جميعا، واللي بدنا نجوا كمان. برحب فيكم اليوم الجمعة 10/5/2019 بمحاضرة الإدارة المالية FM107 ضمن إطار الفصل الدراسي F18 لبرنامج الـ MBA. طبعا منسق المقرر وأستاذ الشعبة الثالثة هو أنا الدكتور أحمد. طبعا طبعا برحب بالطلاب اللي جايين من شعب تانية. محاضرتنا اليوم هي استكمال لموضوع التحليل المالي. نحن مثل ما اتفقنا حنعمل تمهيد للإدارة المالية بمحاضرتين عن المحاسبة ومحاضرتين عن التحليل المالي، محاضرتين بالمحاسبة ومحاضرتين للتحليل المالي. ونحن بلشنا بداية جيدة بالتحليل المالي وما زاد عندنا كمية هائلة، لذلك بإمكاني أعمل مراجعة لربع ساعة تقريبا للي أخذناه بالتحليل المالي المرة الماضية. فنحن حكينا بالتحليل المالي إنه رنا بدون المايك إذا ممكن، إنه هو نظرة أكثر عمقا للقوائم المالية. التحليل المالي هو نظرة أكثر عمقا للقوائم المالية، وإلا التحليل المالي ممكن يكون مقرر كامل بندرس فيه عدة أشياء، لكن نحن حنكتفي بتحليل القوائم المالية ودراسة التدفقات النقدية والتنبؤ بالفشل المالي. حكينا انه التحليل المالي مجالاته واسعة، والهدف منه هو تقييم المركز المالي. محمد سامي بدون مايك اذا ممكن. تقييم المركز المالي للمشروع، تقييم ربحيته، سياساته الائتمانية، مدى نجاحته بإدارة موجوداته، قدرته التنافسية. وطبعا لحتى نقدر نعمل تحليل مالي لازم نستند لمعلومات. المعلومات نحن بشكل اساسي رح نعتمد على البيانات المحاسبية المنشورة بالقوائم المالية، سواء اللي بتبين نتيجة المنشأة او الميزانيات تبع المنشأة. لكن كل المرة الماضية ممكن ايضا نستعين بتقارير مدققي الحسابات، تقرير اعضاء ختامي لاعضاء مجلس الادارة وغير ذلك. إلا المستفيدين منه كتار، المقرضون، الإدارة، العملاء، الجهات الحكومية. وإلنا له مظهرين، مظهر فني ومظهر تفسيري. المظهر الفني عمل بدون مايك هو عبارة عن عملية حسابية بسيطة، لكن الشطارة وين يا سارية؟ بالمظهر التفسيري، إنه مفسر شو عم يصير. إلا إنه في عنا عدة طرق تقليدية أساسية مهمة بنستعملها في دراسات جدوى، هي التحليل الرأسي أو الهيكلي أو الوزن النسبي، التحليل الأفقي أو المقارن، التحليل المالي بواسطة رأس المال العامل، والتحليل المالي باستخدام النسب المالية. دول أربعة أساسية بالتحليل المالي. بالنسبة لأول تين شرحناه المرة الماضية ونحيدهم خلال 10 دقائق. فأول نوع هو التحليل المالي الرأسي أو الهيكلي، وبعض المراجع بيسموه الوزن النسبي، وهو يعتبر من أبسط أنواع التحليل يا مين. وهذا التحليل، بموجب هذا التحليل يا سارية، بناخذ الميزانية وبناخذ فيها الموجودات يلي المرة الماضية علمتكم ياهن، قلتلكم بالميزانية الموجودات او الاصول بتم ترتيبهم للطرف الايمن للميزانية ضمن 3 كتل بحسب السيولة من الاضعف للاقوى. وقلنا انه اضعف كتلة هي كتلة الموجودات او الاصول الثابتة، لانه هي بالتعريف تبعها هي الموجودات التي تملكها المنشأة بغرض الاستخدام وليست بغرض البيع. وبتشمل موجودات ثابتة مادية ملموسة، الأراضي والمباني والآلات والسيارات والأساس والتجهيزات، ومعنوية يا هبة يلي الشهرة وبراءة الاختراع والعلامة التجارية وإلى آخره. وبرجع بقول دول الأضعف من حيث السيولة، لأنه صعب إنه نحولهم لنقدية. الكتلة الثانية هي كتلة الموجودات المتداولة يلي هي البضاعة، زبائن، مدينون، أوراق قبض، أوراق مالية،
وهي اقوى من حيث سيوله، لانه لما بنعرفها بنقول هي الموجودات التي يمكن ان تتحول الى نقديه لكن بعد فتره من الزمن. لذلك هي اقوى من الكتله اللي قبلها من حيث السيوله. اخيرا الاموال الجاهزه اللي بالصندوق والمصرف، وهي الاقوى من حيث السيوله، هي الاقوى من حيث السيوله، الاموال الموجوده في الصندوق وفي المصرف. هلا نحن لما بدنا نعمل تحليل هيكلي للموجودات، العمليه بسيطه، بناخذ نسبه كل عنصر الى اجمالي الموجودات، وبنرجع بناخذ نسبته ووزنه النسبي ضمن الكتله التي ينتمي اليها. عمار بدون المايك اذا ممكن. اذا نعمل له فحص مرتين لكل عنصر، وزنه النسبي لاجمالي الموجودات ووزنه النسبي ضمن الكتله التي ينتمي اليها. مثلا الالات اللي هي 15,000، وزنها النسبي بالنسبة لإجمالي الأصول اللي مجموعة 100,000 15,000 على 100,000 15%، بينما وزنها النسبي بالشهر بدون مايك ضمن الكتلة التي تنتمي إليها اللي هي كتلة الأصول الثابتة اللي مجموعة 50,000 15,000 على 50,000 30%. إذا الآلات بتشكل 15% من موجودات المنشأة وبتشكل 30% من الموجودات الثابتة. الزبائن 10,000، وزنها النسبي بالنسبة لإجمالي الموجودات هي 10 على 100,000 يعني 10%. أما الزبائن بتنتمي إلى كتلة الموجودات المتداولة لمجموعة 25,000. لذلك وزنها النسبي هو 10,000 على 25,000 يساوي 40%. إذا الزبائن بشكله 10% من إجمالي أصول المنشأة وبشكله 40% من الأصول المتداولة. وكررنا هالعملية بالطرف الدائن. رأس المال بينتمي لكتلة حقوق الملكية، هو أحد الخصوم، لأنه قلت لكم رأس المال هو دين على المنشأة لأصحاب المنشأة، فهو 30,000. وزنه النسبي بالنسبة لإجمالي الخصوم هو 30,000 على 100,000 يعني 30%. لكن وزنه النسبي ضمن كتلته اللي هي كتلة حقوق الملكية اللي مجموعة 50,000 هو 30,000 على 50,000 يعني 60%. وإلا بعدين هذا المظهر الفني. أما بالنسبة للمظهر التفسيري، فإذا بتتذكر يا بندر قلت أنا إنه هذه النسب ليس لها معنى إلا إذا قورنت مع النسب بالسنوات السابقة. يعني كانت آلات بتشكل 10% هلا بتشكل 50%، معناتها المنشأة تحولت من سياسة التصنيع يدوي لآلي. مثلا الزبائن كانوا عم يشكلوا 20% اليوم 2%، معناتها غيرت سياسة البيع بالدين وخففت منها قدر الإمكان وهكذا. إلا إذا قورنت مع النسب بالمشاريع المماثلة. يعني أنا عندي معمل غزل ونسيج، والله بشوف باقي معامل غزل ونسيج هالنسب عندهم شلون عم تكون وبقارنها مع بعض وحاول لاقي تفسير لها. الا اذا الثالثة قال الا اذا قورنت مع النسب بالمتعارف عليها عالميا. يعني عالميا مثلا بيقولوا بالمعايير المحاسبية انه الالات لازم بالصناعات الثقيلة تشكل اكثر من 50%، بينما بالمشاريع التجارية ما لازم تتجاوز 10%. وبالتالي ممكن انا راقب مع هالمعلومات المحاسبية المشهورة. الا اذا الرابعة وهي الاهم، قال الا اذا قورنت النسب تبع الخصوم مع النسب تبع الاصول. ليش؟ لانه برجع بقول وهذا مهم جدا وهذا كل شغلنا عليه حيكون فيما بعد، دول اللي بالطرف الايسر للميزانية بالمحاسبة بسموها الخصوم، واحيانا بيقولوا مطالب، واحيانا بيقولوا يا بارعة التزامات، لكن بالتحليل المالي بنسميهم مصادر الاموال. مصادر الاموال يعني نحن منين اجى المنشأة مصاري؟ 30 مليون من اصحاب المشروع، 30 مليون قرض، 10 مليون من الدائنون وهكذا، هي مصادر اموال. وهدول الموجودات لا بيسموهم موجودات ولا بيسموهم اصول، بيسموهم استخدامات الاموال. هالاموال اللي جتنا من اصحاب المنشأة ومن القرض وين حطيناهم؟ اشترينا اراضي واشترينا مباني. قال وفي قواعد لعملية التمويل حنشوفها ببحث التمويل. لازم يكون في علاقة ارتباط ما بين الاستخدامات والمصادر.
فالقاعدة بتقول لا يجوز تمويل الموجودات الثابتة إلا بأموال دائمة، يا من أصحاب المشروع يا قرض مصرفي طويل الأجل. فيا ترى الإدارة مولت الموجودات الثابتة اللي هي 50 مليون، صح؟ نعم. الدليل على ذلك إنه أصحاب المنشأة ما يولوا 50 مليون، شايفين؟ وبالعكس يعني في 30 مليون كمان قرض، ففي عنا أريحية. طيب يا ترى المنشأة كيف مولت البضاعة يلي شاريتها يلي قيمتها 10 مليون؟ تمام. هلا هي المفروض بالمعايير المالية المحاسبية أو التمويل لازم ما تتمول لا من أصحاب المنشأة ولا، لأنه أفضل وأرخص وسيلة هي الائتمان التجاري، يعني إنه ناخذها بالدين من عند شي واحد مورد. فيا ترى لنشوف شو وضع الدائنون وشو نسبته، هون 10% وهون 10%، هون 10 مليون وهنيك 10 مليون، معناتها البضاعة كلياتها جايبينها بالدين من عند الدائنون. هذا بالنسبة لأول تحليل. النوع الثاني من التحليل اللي أخذناه المرة الماضية كان اسمه التحليل الأفقي أو التحليل المقارن. قلت لكم إذا بتتذكر يا رنا إنه بموجب هذا التحليل بنجيب ميزانيتين نلزقهم ببعض تبع سنتين متتاليتين أو متباعدتين، يعني أنا هون حاطط 2003 وال 2004، ممكن تحطوا 2010 و2015 ممكن، يعني مو شرط. وبنشوف بين هالفترتين شو مقدار التغير اللي حصل على كل عنصر وشو نسبة التغير على الشكل التالي. فنحن كان عندنا أراضي 2 مليون، صار عندنا أراضي ومباني 6 مليون، مقدار التغير زادوا 4 مليون. نسبة التغير بنقسم مقدار التغير على القيمة بسنة الأساس، فطلع معي إنه زادوا 200%. الآلات كانت 3 ملايين صارت 6 ملايين. مقدار التغير زادت 3 ملايين، نسبة التغير زادت 100%، ليش؟ لأنه 3000 على 3000 يساوي 100%. بينما البضاعة كانت 1 مليون صارت 800,000، نقصت 200,000. مقدار التغير ناقص 200,000، نسبة التغير نقصت 20%، وهكذا. وبنكرر نفس العملية بالطرف الأيسر. رأس المال كان 7 مليون، صار 14 مليون. مقدار التغير زاد 7 مليون، نسبة التغير زاد 100%. القرض كان 1 مليون صار 3 مليون، يعني اخذنا زاد 1 مليون، نسبة مقدار التغير زاد 1 مليون، نسبة التغير زاد 200%. بينما الدائنون كان 600,000 صار 200,000، نقص 400,000، يعني نقص 66%، وهكذا. هلا بعد ما خلصنا هذا المظهر الفني بنجي على المظهر التفسيري. اول شيء بناخذ العمود الاول تبع مقدار التغير، وهذا العمود بنطلع منه مصادر الاموال واستخدامات الاموال. ليش؟ لانه يا بشار كل تغير من هذه التغيرات اما ان يكون مولد للنقدية فيعتبر مصدر للاموال، او يعتبر مستهلك للنقدية فيعتبر استخدام للاموال. التغيرات يا رزان يلي تعتبر مولدة للنقدية، يعني طال بدون ماء، وتعتبر مصدر للاموال هي الزيادة بالخصوم والنقص بالاصول ما عدا النقدية. قاعدة كل زيادة بالخصوم تعتبر مصدر للاموال. طبعا لما رأس المال زاد 7 مليون هذا مصدر للاموال، حصلنا على قرض 1 مليون هذا مصدر للاموال، ف9 مليون اجونا من زيادة الخصوم. والنقص بالاصول وين في اشارة نقص؟ ما في غير هدول التنتين. نقص البضاعة ما تبانا، كان عندنا بضاعة ب1 مليون صار عندنا 80 بناها، هذا مصدر الأموال. والمدينون كان لنا عندهم 500,000 بقي 250,000، معناتها دفعوا 250,000 450,000. و9 مليون صاروا 9 مليون و450,000، هدول مصادر الأموال بين السنتين. فإذا إجانا 9 ملايين و450,000، 7 ملايين من أصحاب المنشأة زادوا رأس مالهم، 1 مليون قرض مصرفي حصلنا عليه، و200,000 بعنا بضاعة و250,000 حصلناه من الزبائن. مجموع مصادر الأموال بين الفترتين 9 ملايين و450,000. برجع بكرر يا ليندا، مصادر الأموال هي الزيادة بالخصوم والنقص بالأصول ما عدا النقدية. وانتبهوا بناخذهم بدون إشارات،
يعني مو بناخذ الناقص بنحطه ناقص هون، ناخذ الناقص بنحطه هون. هلا هي المصادر، الاستخدامات بالعكس هي النقص بالخصوم والزياده بالاصول ما عدا النقديه. فنحن لما دفعنا للداينون 400,000 هذا استخدام للاموال، لما سددنا كمبيالات ب 350,000 هذا استخدام للاموال. والزياده بالاصول طبعا لما اشترينا اراضي ومباني ب 4 مليون هذا استخدام للاموال، اشترينا الات ب 3 مليون وهكذا. فجمعنا حسبنا استخدامات الاموال طلع معنا النقص بالخصوم 750,000 والزياده بالاصول ما عدا النقديه 8 مليون و300,000، مجموعهم 9 مليون و50,000. اذا هي مهمه وحتما رح اسالكم عنها بالتقصى. بسيطه حسين، ما زلنا عم نراجع نحن الدرس الماضي. بعد ما نحسب مصادر الاموال واستخدامات الاموال بنقارن المصادر مع الاستخدامات، بنقارن المصادر مع الاستخدامات. وهذا كمان سؤال تكرر كثير بالامتحانات السابقه. الفرق بين المصادر والاستخدامات مو هو ربح ولا خساره، لانه انت عم تدرس السيوله. لانه انا ممكن عم بربح كثير، بس انا لاني عم بربح كثير قلت والله افتح معمل ثاني. وبالتالي انا انفقت زياده وسحبت مصاري من البنك وكذا انفقت، فالاستخدامات كانت كبيره. لانه بس انا مو معناتها انه هذا سيء. الفرق اذا كان المصادر اكبر من الاستخدامات هي مشكله سيوله. بيصير في عندك فائض. يعني انت عم يجيك 5 مليون ليره بالشهر يا ساريه، عم تصرف مليون، معناتها كل شهر عم يزيد معك 4 مليون. هذا فائض، لازم يزيد رصيدك بالبنك 4 مليون كل شهر. بينما مثلا امل دخلها بالشهر 65,000، عم تصرف 100,000، معناتها في عندها عجز 35,000 كل شهر. ما لها مجال غير تتدين من ساريه. ما في مجال عندك غير تتدين من ساريه. فهذا اذا الفرق لما فنحن حنقارن بالمثال تبعنا المصادر مع الاستخدامات، المصادر طلعت معنا 9,450,000 بينما الاستخدامات 9,050,000، معناتها في عندنا فائض 400,000 لان المصادر اكبر من الاستخدامات. شغله ثانيه يا مناف، لما بتكون المصادر اكبر من الاستخدامات لازم النقديه تكون زادت بمقدار هذا الفائض. هلا هون عندنا فائضة لانه المصادر 9,450,000 بينما الاستخدامات 9,050,000. فلما بيكون في عندك فائض لازم ترجع تشوف النقدية، لازم تكون النقدية زادت بمقدار هذا الفائض. فنحن لما رجعنا على النقدية لقينا انه بالمصرف كان عندنا مليون صار 1,400,000، معناتها الشغل مضبوط. هذا بالنسبة للجانب الأول. هلا بنرجع على العمود الثاني اللي هو نسب التغيير، ونركز اكثر على الموجودات الثابته. هون بنلاقي حالنا امام واحده من اربع احتمالات. الاحتمال الاول انه الموجودات الثابته عم تزيد بنسب كبيره. بنسب كبيره يعني 200%، 100%، 50%. فهون الشركه بتكون عم تقوم بعمليه توسع. وبهيك حاله عمليه توسع بنحسب شو كلفت. بالمثال تبعنا كلفت 8 ملايين، 4 ملايين حق اراضي ومباني، 3 ملايين حق الات، ومليون حق سيارات واساس. المدير المالي لازم يمولها تمويل طويل الاجل، يا من اصحاب المشروع يا بقرض مصرفي، وفعلا هيك عمل المدير المالي. عمليه توسع كلفتها 8 مليون، دبر 9 مليون. 7 مليون من اصحاب المشروع راس مال ومليونين قرض مصرفي، صار مجموعهم 9 مليون. قدر اول شيء يغطي عمليه التوسع وزاد معه مليون، سدد بعض الديون اللي على المنشاه للدائنون والكمبيالات وحط الباقي وين؟ بالنقديه. فهو عمل ثلاث حركات جيده. مول التوسع بشكل صح. خفف من الديون اللي على المنشاه وهذا بيرفع من قيمتها تجاه الغير وبيشجعهم على انه يدينونا مره ثانيه. وزاد السيولة، وزاد السيولة. طيب لو كانت نسب التغيير عم تكون بالنقص بنسب كبيرة،
يعني الأراضي والمباني نقصت 50%، الآلات نقصت 70%، بتكون الشركة عم تصفي أعمالها، بتكون الشركة عم تصفي أعمالها، وبهيك حالة لازم المبالغ الناجمة عن التصفية يتم توزيعها على الشكل التالي: أولا ديون الممتازة يلي هي مصاريف التصفية وأتعاب المصفي، ديون الدولة، الديون بضمان رهن، ومرتبات العمال والموظفين عن الستة أشهر الأخيرة إذا مو مدفوعة. بعدين بسدد الديون العادية، موردين، دائنين، أوراق دفع، كمبيالات، آخر شيء بيعطي حقوق الملكية. هلا أما إذا كانت التغيرات عم تكون بنسب بسيطة بالزيادة، فبتكون سببها استبدال بعض الأصول القديمة بأصول جديدة، وإذا كانت عم تنقص بنسب بسيطة فبتكون هذا بالناجم عن عملية الإهلاك يلي بتخضع إلى المصاريف الثابتة. هذا بالنسبة للعي. اليوم بدنا ندخل على نوع ثالث من التحليل، اسمه التحليل المالي بواسطة رأس المال العامل. هاي ميزانية، طبعا هون عنا الموجودات وهون عنا الالتزامات مثل ما اتفقنا بشكل حرفي. هلا بالمحاسبة قسمنا الموجودات او الاصول لثلاث مجموعات. اول كتلة اهل النضال. اذا بالمحاسبة قسمنا الاصول او الموجودات لثلاث مجموعات. اول كتلة الموجودات الثابتة، اراضي ومباني والات وسيارات واساس والى اخره. ثاني كتلة الموجودات المتداولة اللي هي البضاعة والزبائن واوراق قبض واوراق مالية. ثالث كتلة هي كتلة الاموال الجاهزة، صندوق المصرف. وطبعا اذا مرة ثالثة بقول حسب السيولة. هلا لاغراض التحليل المالي بطريقة بهالطريقة هي يلي هو رأس المال العامل، بدنا نعيد الترتيب ونحطهم بدل ثلاثة بمجموعتين، معناتها بدنا نضم وحدة لوحدة. فخلينا المجموعة الأولى تبع الموجودات الثابتة ما دارنا فيها، أول كتلة اللي هي كتلة الموجودات الثابتة رقم واحد ما حنعدل فيها، ممكن نخلي اسمها موجودات ثابتة او اصول ثابتة، لكن الافضل نسميها رأس المال الثابت. إذا كتلة الموجودات المتداولة الثابتة عفوا، يا بنحافظ على اسمها موجودات ثابتة أو أصول ثابتة، أو بنسميها رأس المال الثابت. هلا الكتلتين الثانية والثالثة يلي هي الموجودات المتداولة والجاهزة، من رح ندمجهم مع بعض. إذا رح ندمج الكتلة الثانية مع الثالثة ونساويهم كتلة واحدة رقم اثنين
ممكن نخليها نسميها موجودات متداولة وجاهزة، وبعض المراجع يا هبة بتسميها الموجودات المتداولة، تمام، لكن الأفضل إنه نسميها رأس المال العامل. رأس ما تنزل على الكتابة صابعك بس، يلا حلو الأسم ما بتنشرح غير بالثريات. المال العامل، تمام. فأي منشأة أو بدراسات الجدوى بالمشاريع بالمالية ما بنقول بدها رأس مال ثابت وبدها رأس مال عامل. أي مشروع بدك تساويه بدك رأس مال ثابت، أراضي ومباني وآلات، وبدك رأس مال عامل، بضاعة ومواد أولية، وتحط مصاري بالصندوق والمصرف مشان تدفع أجور عمال وتعبي مازوت إلى آخره. فهذا بالنسبة إذا رأس المال الثابت هو الموجودات الثابتة، بينما رأس المال العامل هو الموجودات الثابتة المتداولة والجاهزة. طيب نجي هلا على الطرف الثاني. الطرف الثاني كان كمان عندنا ثلاث كتل، واحيانا بيسوون اربعة بس انا عادة بسويهم ثلاث كتل. اول كتل هن الالتزامات اللي على المنشأة بالمحاسبة، طبعا ثلاث كتل هن الديون اللي على المنشأة، ووقتها رتبناهم بثلاث كتل على اساس الاستحقاق من الابعد للاقرب، من الابعد للاقرب. فاعتبرنا اول كتلة هي كتلة حقوق الملكية يلي هي الديون اللي على المنشأة لاصحاب المنشأة، وهي اخر شيء بس تتصفى الشركة واخر شيء بنعطيهم مصرياتهم، لذلك هي الابعد. هلا بعد منها بنحط الديون طويلة ومتوسطة الاجل، يعني ديون للغير لكن ندفعها بعد مدة طويلة، بعد مدة اكثر من 3 سنين، والمتوسطة بين السنة وثلاث سنوات. ممكن نصنع عن بعض المتوسطة عن الطويلة، لكن بمعظم القوائم المالية بنلاقيهم مدموجين مع بعض. اذا ممكن اذا في اسئلة تستنوا لافتح باب الاسئلة، لانه هيك ما عم انتبه. ممكن رأس المال العامل هو الاصول المتداولة على، لا 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 لا، هذيك نسبة التداول. هلا حنتمروا معنا هذيك نسبة التداول. طيب هلا بنشوف على مال، خليكم معي لا تشدوا هلا. طيب شو بدنا نعمل؟ هو الكتلة الثالثة هي الديون قصيرة الأجل أو الخصوم المتداولة، هي الديون اللي لازم نسددها خلال سنة. طيب نحن ثلاث كتل بدنا نساويهم كتلتين، شلون نعمل؟ إنه نتجمع مين؟ قال رح ندمج الكتلة الأولى مع الثانية، رح ندمج الحقوق الملكية مع ديون طويلة ومتوسطة الأجل. إذا الكتلة رقم ثلاثة هي حاصل دمج كتلتين حقوق الملكية مع الديون الطويلة والمتوسطة. وعملية دمج هالتين مع بعض بيعطيني اسم للكتلة هو الأموال الدائمة، الأموال الدائمة، لأنه هي موجودة بالمنشأة ممكن نعتمد عليها
لأنه هي موجودة ما بدها تترجع خلال فترة بسيطة. الدائمة صفي عنا كتلة بسيطة يلي هي الكتلة الرابعة يا نضال، يلي هي زيوت قصيرة الأجل أو الخصوم المتداولة بيسموها. زيوت قصيرة الأجل أو الخصوم المتداولة، الكتلة الرابعة. خصوم غليظة الكتابة بالإصبع متداولة. كتلة رقم 4. أوه ضبطت. إذا عدنا هيكلة الميزانية، هيكلة الموجودات، سوينا الموجودات بدل 3 كتل ثابتة ومتداولة وجاهزة كتلتين. الثابتة خليناها مثل ما هي وسميناها موجودات ثابتة، أصول ثابتة أو رأس المال الثابت. أما المتداولة والجاهزة دمجناهم مع بعض وساوينا كتلة بسموها موجودات متداولة أو بسموها رأس المال العامل. جينا على الطرف الثاني، كان عندنا 3 كتل، حقوق الملكية والديون الطويلة والمتوسطة والديون قصيرة الأجل أو الخصوم المتداولة. دمجنا الأولى مع الثانية، دمجنا حقوق الملكية مع الديون طويلة ومتوسط الأجل، سويناهم كتلة واحدة رقمها 3 وسميناها الأموال الدائمة. أما الكتلة الرابعة اللي هي الديون قصيرة الأجل فممكن نسميها ديون قصيرة الأجل أو خصوم متداولة. طيب بعد عملية الدمج خلصت هذا المظهر الفني. هلا عم الدمج هذا هو المظهر الفني، هلا نجي على المظهر التفسيري. بدنا نشوف شو صار، ليش انا عملت هالكتل وليش؟ هلا لحتى يكون الوضع سليم يا محمد سامي لازم يا بشار تكون 3 اكبر من 1 و2 اكبر من 4. اذا بدنا نقارن الكتل مع بعض اوزانها لازم حتما تكون الكتلة رقم 3 اكبر من الكتلة رقم 1، ولازم تكون الكتلة رقم 2 اكبر من الكتلة رقم 4، والا المنشأة في طريقة الى الانتهاء. تصوروا يعني موضوع مو سهل. شايفين هالتجميع هاد، اعادة الهيكلة اعطتني الصورة خطرة. انا بقراها دغري بطلع الوضع سليم ولا خطر. حتما 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 لازم تكون 3 اكبر من 1 ولازم تكون 2 اكبر من 4. هلا ليش؟ اول شيء خلينا نقول ليش بالنسبة لثلاثة اكبر من 1. في قاعدة بعلم المالية يا مناف بتقول لا يجوز تمويل الموجودات الثابتة الا باموال دائمة. يعني انت ما بتصير تروح تشتري الات ب 100 مليون دولار وتقول لهم والله بدفع لكم حقهم بعد شهرين. يا بتمولهم من اصحاب المنشاه يا بالدين طويل او متوسط الاجل. ما بصير. ولا بتكون انت سياستك كلها غلط. هي اول نقطه، وبالتالي حتما طالما انه لا يجوز تمويل الموجودات الثابته الا باموال دائمه، فالاموال الدائمه معناتها لازم تكون اكبر من الموجودات الثابته. نحكي فيها بالتمويل يا ساريا. هلا عم نحكي تحليل مالي. لانه هلا ليش لازم تكون 2 اكبر من 4؟ حتما لازم تكون اكبر واكبر بكثير. ليش؟ لانه لحفترض يا رنا انه العكس. لحفترض انه طلعت انا لقيت ولي 4 اكبر من 2، وين المشكله؟ الميزانيه متوازنه. مرحبا ميزانيه متوازنه. ميزانية متوازنة ومجموع الصرف هذا 100 مليون و100 مليون. هذا المحاسب اللي متوازن، اما انا محلل مالي لا.
لقيت انه الكتلة رقم اربعة اكبر من اثنين. ليش مصيبة؟ لقول لك ليش مصيبة. اذا الكتلة رقم اربعة لنفرض 50 مليون، والكتلة رقم اثنين هي 30 مليون، مع انه لازم يكون العكس. معناتها انا علي ديون 50 مليون لازم سدده خلال كم شهر. فانا اذا منين بدي سددهم؟ بدي سددهم من هون. فاذا هدول 30 مليون معناتها انا اذا قدرت بيع كل بضاعتي وحصل كل ديوني وبيع الاسهم يلي عندي واسحب ارصدتي من البنك والصندوق بينجمع معي 30 مليون. بينما انا شو علي؟ علي دين قصير الاجل بدي اتسدد خلال كم يوم، خلال شهر. قديش؟ 50 مليون. طيب شو بدي اعمل؟ هدول اولا صعب انه بيع كل البضاعه، صعب انه حصل كل ديوني، وصعب انه بيع الاسهم، وصعب انه اسحب كل ارصدتي. ولو حصل رح يجمع معي 30 مليون ما حيكفوا. طيب شو بعمل انا؟ ببيع الارض ولا ببيع المعمل ولا ببيع الالات؟ تمام. لذلك ما بيصير، لازم تكون اثنين اكبر من اربعه. يعني ديوني لازم سددها، لازم سددها من الصندوق او المصرف، حتى ما يعني ما بكل اريحيه. لذلك لازم تكون اثنين اكبر من اربعه. طيب اذا اول قاعده بعد ما عدت الهيكله انا اطلع شو الوضع، لازم يكون ثلاثة اكبر من واحد ولازم تكون اثنين اكبر من اربعة. والفرق بين ثلاثة وواحد يساوي الفرق بين اثنين واربعة اجباري. الفرق بيناتهم اجباري. شلون ما كانت الارقام بده يكون الفرق، طالما لانه المجموع الميزانية متوازن فالفرق بده يكون. تعالوا نحط الارقام. افترض انه رأس المال السابق 60 مليون. ورأس المال العامل 40 مليون. المجموع 100 مليون. لح افترض انه حقوق الملكية 50 مليون. والديون 30 مليون. معناتها الاموال الدائمة الكتلة الثالثة هي 80 مليون. وفي عليه ديون قصيرة الاجل 20 مليون. هون المجموع 100 وهون المجموع 100 متوازن. هلا الفرق بين ثلاثة وواحد لازم يساوي الفرق بين اثنين واربعة، وبنسميه رأس المال العامل الصافي. بعض المراجع بيقولوا صافي رأس المال العامل، نفس المعنى. فالأموال الدائمة ناقص الموجودات الثابتة يساوي رأس المال العامل الصافي. 80 مليون ناقص 60 مليون يساوي 20 مليون. رأس المال العامل الصافي 20 مليون. او نحسبه من هون. رأس المال العامل الصافي يساوي الموجودات المتداولة ناقص الخصوم المتداولة يساوي 40 مليون ناقص 20 مليون يساوي 20 مليون. اذا الفرق بين 3 و 1 يساوي الفرق بين 2 و 4 ومنسميه رأس المال العامل الصافي. رأس المال العامل الصافي. ولازم يكون موجب، ولازم يكون موجب. هلا منعيد الهيكلة مرة تانية، منخلي هدول الكتلتين مثل ما هن، لكن رح نجي ننزل من الكتلة الثالثة ديون طويلة والمتوسطة لتحت على الكتلة الرابعة. رح نخلي بالكتلة الثالثة بس حقوق الملكية، وننزل جميع الديون للكتلة الرابعة الطويلة والمتوسطة والقصيرة، ونرجع نطرح 3 ناقص 1 او 2 ناقص 4. هلا بهيك حالة الفرق بين 3 و 1 كمان يساوي الفرق بين 2 و 4، بس بنسميه رأس المال العامل الصافي الخاص. شو بنسميه؟ رأس المال العامل الصافي الخاص. تعالوا نحسبه.
من فوق يساوي حقوق الملكية ناقص الموجودات الثابتة. 50 مليون ناقص 60 مليون يساوي ناقص 10 مليون، يساوي ناقص 10 مليون. خلينا نحسبه من تحت. رأس المال العامل الصافي الخاص يساوي الموجودات المتداولة ناقص جميع الديون، يعني 40 مليون ناقص 50 مليون، لأنه 30 و20 50، يساوي ناقص 10 مليون كمان سالب. إذا طلع معنا رأس المال العامل الصافي موجب، وطلع معنا رأس المال العامل الصافي الخاص سالب. طلع معنا رأس المال العامل الصافي الخاص سالب. هلأ بنجي على التفسير. هلأ كونه رأس المال العامل الصافي موجب هذا أساسي، معناتها المنشأة بحالة سيولة جيدة، بإمكانها تسدد الديون اللي عليها بوقتها، مع انه كنت بفضل انه يكبر يكون اكبر الهامش، كل ما كان اكبر بيكون احسن. المهم، بس قبل ما اشرح، في طالب قال لي يا دكتور احمد، اذا كانوا الكتل قد بعض، يعني 3 قد 1 و2 قد 4، معناتها الوضع سليم، لانه اولا بتكون الموجودات الثابتة تمولت تماما باموال دائمة، وبيكون نحن عنا امكانية انه نسدد ديون قصيرة العجل من رأس المال العامل بدون ما نبيع رأس المال الثابت. ايه بس ما بيمشي الحال. ليش؟ لانه اولا انا لنفرض دور 50 مليون ودور 50 مليون، معناتها الدين اللي علي 50 مليون لحتى اسدده، اولا بدي بيع كل البضاعة اللي عندي وهذا صعب، ثانيا بدي احصل كل الديون اللي الي وهذا صعب، لانه في كمبيالات تاريخ استحقاقها بعد سنة او بعد 6 اشهر. ثالثا بدي بيع الاسهم. رابعا بدي اسحب كل ارصدتي للصندوق والبنك ليجمعوا 50 واسددهم. ولنفرض انه قدرت تساوي، فاذا قدرت تساوي ودفعت الديون صفي المعمل بتوقف، لانه صار في عنا معمل فيه اراضي ومباني والات، لكن ما عنده ولا فرنك ليشتغل، لا يشتري مواد اولية ولا يدفع رواتب للعمال، ولا ما زبطت، ما بزبط. لازم يكون في هامش بين 3 و1 وبين 2 و4، وهذا الهامش رأس المال العامل الصافي، ولازم يكون موجب، وكل ما كبر بيكون منيح، افضل يكون هالهامش هامش امان اقوى. هلا طيب، رأس المال العامل الصافي الخاص لازم يكون موجب ولا لازم يكون سالب؟ بالواقع بدي لكم شغله، اجاني دكتور بده يدرس عندي بالجامعه، فطبعا نحن زي الدكتور اللي يدرس بنعمل له محاضره تجريبيه، وهو يختار الموضوع اللي بده اياه. هو اختار موضوع التحليل المالي، والتحليل المالي بواسطه راس المال العامل، واشتغلوا، لكن هو عمل حط ارقام وطلع معه رأس المال العامل الصافي موجب، وطلع معه رأس المال العامل الصافي الخاص موجب كمان. فأنا سألته انه دكتور طيب، اذا كان رأس المال العامل الصافي الخاص سالب شو بيكون الوضع؟ قال لي بيكون الوضع سيء. وهي كانت ضربة القاضية انه اعتذرنا منه للأستاذ. ليش؟ انا بقول بالعكس، انه الوضع السليم انه يكون رأس المال العامل الصافي موجب ورأس المال العامل الصافي الخاص سالب. ليش؟ لانه لما بيكون رأس المال العامل الصافي موجب، معناتها الموجودات الثابتة تمولت بالكامل باموال دائمة، ولما بيكون رأس المال العامل الصافي الخاص سالب، معناتها الموجودات الثابتة تمولت، مو كلياتها تمولت من أصحاب المشروع، في جزء منها تمول بديون طويلة الأجل. شايفين؟ يعني هلا نحن هدول 60 مليون، معناتها 50 مليون تمولوا من أصحاب المشروع، وفي 10 مليون تمولوا بدين طويل أو متوسط الأجل. تمام؟ وهذا وضع سليم، يعني طبيعي، وبالعكس هذا الوضع يفضل عندما تكون سعر الفائدة على القرض
اقل من معدل العائد على الاستثمار تبع المنشأة. يعني انا اذا عم بشتغل بمشروع عم بيعطيني بالسنة 60% ربح، واخذ قرض من البنك عم بدفع عليه 15% فائدة، فهذا مصالحي. انا عم بتدين اموال عم بدفع عليها 15، عم شغلها عم طلع منها 60، فهذا بيفيدني وبيرفع معدل العائد على الاستثمار، وهذا لصالح اصحاب المنشأة انه 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 يمولوا اكثر بديون طويلة الاجل اذا كان معدل الفائدة على القرض اقل من معدل العائد على الاستثمار. وهي بنسميها الرافعة المالية، ورح ندرسها مع بعض فيما بعد. طبعا ممكن يكون سالب او موجب، وانا برأيي اذا كان سالب بيكون الوضع افضل، بس اذا كان موجب مو معناتها سيء. تمام، هذا خلينا ناخذ مثال على المصاريف. هاي مثال موضوع بالمادة العلمية بالأساس. عندنا هون ميزانية منشأة، في عندها الأصول الثابتة أو الموجودات الثابتة أو رأس المال الثابت 50 مليون، والاصول المتداوله او راس المال العامل 50 مليون، المجموع 100 مليون. هلا عندنا الاموال الدائمه 80 مليون، 60 مليون هن حقوق الملكيه يعني مقدمين لاصحاب المشروع، و20 مليون ديون طويله ومتوسطه الاجل، مجموع الاموال الدائمه 80 مليون. بينما الخصوم المتداوله او ديون قصيره الاجل هي 20 مليون، قريب على المثال تبعي، بس هون رح يطلعوا اثنين موجب. هلا اول شيء بدنا نحسب راس المال العامل الصافي، وبينحسب يا من فوق يا من تحت. اذا من فوق يساوي الاموال الدائمه ناقص الاصول الثابته، الاموال الدائمه 80 مليون ناقص الاصول الثابته 50 مليون يساوي 30 مليون. راس المال العامل الصافي 30 مليون، فتعالوا نحسبها من هون. الاصول المتداوله ناقص الخصوم المتداوله 50 مليون ناقص 20 مليون يساوي 30 مليون. فراس المال العامل الصافي يساوي الاموال الدائمة ناقص الاصول الثابتة 80 مليون ناقص 50 يساوي 30 مليون، او يساوي الاصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة 50 مليون ناقص 20 مليون يساوي 30 مليون. طيب خلينا نحسب رأس المال العامل الصافي الخاص، ويساوي اما الاموال يساوي حقوق الملكية ناقص الاصول الثابتة، يعني 60 مليون ناقص 50 مليون 10 مليون، او يساوي الاصول المتداوله ناقص جميع الديون. الاصول المتداوله 50 مليون ناقص جميع الديون عندنا 20 و20 40 يساوي 10، يساوي 10 مليون. واضح؟ هذا بالنسبه للتحليل بواسطه راس المال العامل. ومثل ما قلت لكم اذا كان رأس المال العامل الصافي الخاص سالب بيكون جيد وبيكون لصالح المنشأة، بشرط انه يكون تكلفة التمويل يعني سعر الفائدة اقل من معدل العائد على رأس المال، اقل من معدل العائد. وذكروني فيه هذا، اسألكم عنه وجيب لكم سؤال عليه بالفحص اكيد، واسمه الرافعة المالية، اسمه الرافعة المالية. اخر فقره بيت عنا هي التحليل المالي باستخدام النسب الماليه. هي الفقره رح نحكي عنها لكن ما حطالبكم فيها بالفحص. ليش؟ لانه هي مثل المسام بالقانون المدني. يعني انا ما في داعي احفظ مواد القانون المدني، لما بيكون عندي اشكاليه برجع لها بشوف شو النسبه. ما بدي اعزلكم تحفظوا النسب، احفظ النسبه هذا على هذا، قسم هذا على هذا، طلع. لا، بدي اياكم تاخذوهم تطلعوا عليهم، لما تحتاجوا لهم ترجعوا بتطلعوا النسبه وبتطبقوها وبتستخدموها، لكن مو مطلوبه منكم تبصموها او تحفظوها. الطبيب لما بده يجي مريض بده قال له والله انا بدي اعمل له اعمل فحص كامل لصحتي. بفرنسا ذكرتوني
معظم الناس كل سنتين بيروح بيعمل تشيك اب فحص كامل كل شيء. عندنا نحن بيموتوا ما له عرفان شو صاير معه. بفحص عيونه وكذا، يعني في كثير ناس، ما انا منهم. المهم، مع انه بتراسك انت تروح كل سنتين. المهم اعمل تشيك اب هلا هون. المهم، لانه هنيك بفرنسا لما بتروح بدك تعمل تشيك اب، اول شيء بيعطوك مصاري لانك رايح تعمل تشيك اب. ثاني شيء بتدخل بتفكر حالك فايت على الشيراتون. اول شيء بتروح على فحص العيون، بعدين بتروح على فحص القلب، وكلياتها ما بتحس لا روحة ادويه ولا شيء، وكلياتها تحاليل وفحوصات واجهزه كلها. واخر شيء بس تطلع من اخر باب، طبعا بيكونوا اخذوا منك دم، بيعملوا لك تحاليل وكذا، بتلاقي بوفيه مفتوحه فيها كل شيء مشان تقعد تفطر براحتك بعد ما انسحب منك دم، فواكه وفطور والى اخره، وفي مصاري كمان، شو بدك احسن من هيك؟ ايه، هي الحضاره، هي اسمها حضاره. المهم، ايه صح مظبوط. التحليل باستخدام النسب، فهذا الطبيب لما بده يعمل فحص تشيك اب للمريض، هو المريض هيك بده يعمل فحص لكل شيء. هلا بيجي بقى اول شيء بده يفحص القلب، فحص القلب بده فحص الضغط، والضغط لازم يكون بين نسبه 8 على 10، ما بعرف قديش، انا ما بحفظ هدول الى اخره. بعدين بده يفحص عدد دقات القلب، لازم تكون عددها بين 80 يمكن وال 110، ما بعرف الى اخره. اذا في معنا شيء طبيب بيساعدنا. المهم، بعدين في عنا قياس الجهد، ما بعرف شلون بيعمل فحص للجهد. هي خلص من فحوص القلب، عمل تخطيط للقلب كمان، فانتهى من فحصه للقلب اللي هو عنصر اساسي. هلا بعد منها بده يفحص مثلا الدم، فبده يشوف نسبة السكر بالدم، بده يشوف اذا في عنده اسيدوريك ما هي، وهكذا. ففي مجموعة من الفحوصات للدم بتبين اذا في عنده مرض من الامراض، وهكذا. فلحتى يتأكد انه نظره سليم كمان بده يفحص عيونه بطريقة ما، وفي عيارات معينة. هذا الحكي نفسه نحن بنطبقه بالمحاسبة بالمالية، يعني بنفحص المنشأة، يا ترى هي ربحيتها كافية ولا غير كافية، يا ترى السيولة، لانه المنشأة مثل ما قلت اكثر من مرة، لحتى تكون جيدة وناجحة لازم تكون ربحيتها سليمة وسيولتها سليمة، لازم تحقق التوازن ما بين الربحية والسيولة. فأهم شيء افحص الربحية وافحص السيولة. شو لازم افحص كمان؟ مدى نجاح المنشأة بإدارة موجوداتها. في عندي طرق لافحص هل المنشأة عم تدير الممتلكات والديون اللي عليها بشكل سليم ولا لا. في عندي فحوصات بتفحص لي مدى نجاح المنشأة بسياساتها الائتمانية، البيع بالدين والشراء بالدين، عم تعرف تلعب اللعبة صح ولا عم تورط حالها، وهكذا. وكلياته من خلال النسب، والنسب هي علاقة رقم برقم، اما بالطرح او بالتقسيم، فبيطلع معي هالعلاقة. ومن اشهر النسب اللي بنستعملها بالتحليل المالي هي اول شيء نسب السيولة. وبنسب السيولة اشهر نسبتين هن نسبة التداول، وهي بنقسم الموجودات المتداولة، يعني الكتلة رقم 2 اللي كنا عم نحكيها، على الكتلة رقم 4، تقسيم المطالب المتداولة. وهلا كنا عم نقول نحن انه 2 لازم تكون اكبر من 4، واكبر من 4 بكثير، لانه نحن بدنا هدول الديون بدنا نسددهم خلال فترة. من وين بدنا نسددهم؟ من الموجودات المتداولة، ما بدها روح الثابتة، وبالتالي لازم تكون هي اكبر من هي. وقديش لازم تكون العلاقة؟ يمكن 1.5 حد ادنى، تمام؟ لانه هي بدها تكون اكبر من هي، فبده يطلع معي الرقم 1.5، 2 كثير ممتاز، وهكذا. هلا هي اسمها نسبة تداول، مشهورة جدا بقياس سيولة. في عندي نسبة ثانية لقياس سيولة اسمها نسبة سيولة سريعة.
هي نفسها هذيك بس بقيمة من الموجودات المتداولة المخزون. ليش؟ لأنه هو أصعب واحد ليتحول لنقدية، لأنه المخزون لسه بدي يخزنه وأعرضه وبيعه بالدين، ويصير الدين طويل طويل في طويل، لذلك من قيمه. هلا بعض المراجع بتقول الموجودات المتداولة ناقص أصعبها تحولا إلى نقدية، لأنه مو شرط المخزون، أنت ممكن في لك دين مع واحد ومن سنتين عم تطالبه ما عم يدفع، فهذا ممكن تشيله. إذا بنشيل الشغلات الصعب تتحول إلى نقدية ونخلي اللي سهل وبنرجع بنقسم، فتطلع معي نسبة السيولة السريعة. هي إذا طلعت 1.5 بيكون ممتاز. ممكن نعطي رأس المال العامل اللي سويناه قبل شوي، نعتبره مقياس للسيولة، وكل ما هو الهامش، وكل ما زاد الهامش كل ما كان السيولة أقوى. مدى نجاح المنشأة بإدارة موجوداتها؟ بنقسم كلفة المبيعات على المخزون، فبيطلع معي معدل دوران المخزون. شلون يعني؟ يعني أنا مثلا البضاعة اللي بايعها ب 2018 ب 100 مليون، كلفتها 100 مليون، بايعها بأكثر أنا، بس أنا المخزون عندي قد 10 مليون. شلون أنا عندي مخزون بضاعة 10 مليون وبعت بضاعة كلفتها 100 مليون؟ العملية ما بدها شيء، معناتها أنا عم بشتري بضاعة ب 10 مليون، عم خزنها، عم بعرضها وبيعها، برجع بجيب بعد جمعتين أو ثلاثة أو شهر بضاعة ب 10 مليون بخزنها، بعرضها ببيعها بحصل قيمتها، وهكذا. فأنا لما مبيعاتي كلفتها 100 مليون وانا مخزوني 10 مليون، معناتها المخزون دار 10 دورات. وكل ما دار المخزون يا محمد سامي اكثر، كل ما يا نضال كان الوضع اسلم. يعني التاجر يلي عم يدور عنده المخزون بالسنه 50 مره، اذا عم يربح 5% معناتها ربحه باخر السنه 250%. لذلك دول المحلات اللي بيفتحوا بالمناطق وبتلاقي عنده هامش ربح، يعني بدل ما يربح بالقطعة 100 ليرة عم يربح 25 ليرة بالمواد الغذائية، بتلاقي العالم عنده ضغط هائل، ويوميا يوميا المخزون عم يقلب. فهال 5% باليوم يعني بالسنة يا لطيف ارباح بالملايين، تمام؟ فكل ما زادت سرعة الدوران بزيد الربح. بينما لو واحد مثلا عم يشتري بضاعة ويحط اسعار غالية، فالبضاعة اللي اشتراها وخزنها انباعت معه مرة واحدة بالسنة، يعني ولو ربح 30% قليل، لانه ما دار معه المخزون غير مرة واحدة. بينما الثاني اللي دار معه المخزون 100 مرة وعم يربح 5% ربح 500% مو 30%، مع انه عم يربح 5%. فهذا مهم جدا انه يكون في سرعة دوران مخزون جيدة. طبعا لا، الربح النهائي اكثر نضال، الربح الاجمالي اكبر اكيد. متوسط فترة تحصيل الزبائن، بنقسم شو قلنا عند الزبائن ديون على وسط المبيعات اليومية، بيطلع معي كم يوم عم يتم فترة لحتى احصل الدين اللي عم بيعه للزبائن. هذا قيس مدى نجاحي بانه انا عم دين صح ولا لا. هلا معدل دوران الاصول الثابته ما كثير انا مقتنع فيه، انه اقسم المبيعات على الموجودات الثابته او اقسم المبيعات على الاصول، يعني بيستعملوهم لكن انا ماني مقتنع فيهم. نسبه المديونيه، بقسم اجمالي الديون على اجمالي الاصول لشوف شو نسبه الديون الاصول اللي يعني تمولت بتمويل خارجي. مهمه جدا لشوف هيكل التمويل، قديش تمويل داخلي وقديش تمويل خارجي. ممكن احسم الربح على الفوائد لشوف مدى قدرتي على تسديد الفوائد اللي على القروض اللي اخذها جيدة، والبنوك بتطلبها مني النسبة هاي. ربحية، بقسم الربح على المبيعات، بيعطيني كل 100 ليرة مبيعات شو عم تعطيني ربح، وبرجع بقسم الربح على الموجودات، بيطلع معي كل 100 ليرة موجودات شو عم تولد لي ربح. برجع بقسم الربح على اجمالي، عفوا هي مو ضرورية، الربح على رأس المال، هاي مهمة جدا.
فبيعطيني كل 100 ليره راس مال شو عم تولد لي ربح. تمام؟ هذا مهم جدا انه انا اشوف ربحيتي مقبوله ولا مو مقبوله، لانه وطبعا انا لما بيطلع معي 20% او 30% بدي اشوف بالمشاريع المماثله شو ارباحهم لحتى اقول انه جيد ولا لا. يعني احيانا مثلا بالصناعات الغذائيه الربح بيكون 30%، فاذا كان عندي 25% بيكون قليل واقف. فهذا كل شيء بيتعلق بالتحليل المالي، بكتفي بهذا القدر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه واستمتعتوا فيه. ببشركم انه الجزء الثالث احلى كثير من الاول والثاني. للاطلاع مو مطلوبين منكم يا باري على النسبة كلياتها. اوكي؟ طيب شكرا لحضوركم، بتمنى لكم يوم سعيد والى اللقاء.